الرئيس السيسي يشيد بالعلاقة مع رواندا ويعرب عن تقدير مصر لتجربتها الرائدة في التنمية. مدبولي يتفقد ترميم مسجد عمرو بن العاص وحدائق الفسطاط ويؤكد أهمية هذه المشروعات في إعادة إحياء الوجه الحضري للقاهرة التاريخية. خلال زيارته لبولندا، بايدن يؤكد أن واشنطن ملتزمة تماما ببند الدفاع المشترك في معاهدة حلف الأطلنطية. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تحت مظلة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، تنطلق العلاقات بين مصر ورواندا لأفاق أرحب بإرادة سياسية جادة وخطوات فاعلة. القاهرة وكيغالي، تاريخ من العلاقات المشتركة والروابط عززتها الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وآخرها زيارة الرئيس الرواندي اليوم للقاهرة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الرواندي بول كاغامي في قصر الاتحادية، حيث عقد الرئيس السيسي مباحثات منفردة مع نظيره الرواندي عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين بقصر الاتحادية. وعقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم، أكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط مصر ورواندا، مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيًا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس بول كاغامي في بلده الثاني مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات. وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وفي ختام المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا شددا خلاله على المواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل القارة في الوقت الراهن. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط مصر ورواندا، مشيدا بمستوى التنسيق المتبادل بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية. وفي هذا الإطار، أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لتجربة رواندا الرائدة في التنمية وانتقالها من مرحلة التحديات والصعاب إلى التنمية والرخاء. نعتز كثيرا بما تتسم به لقاءاتنا من قدر كبير من التفاهم والود واتفاق وجهات النظر حيال العديد من القضايا، ونحرص على تبادل الرؤى تقديراً لدور فخامته الإقليمي والقاري ولما تتسم به رؤيته من عمق والسداد وسداد تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك. وأود في هذا السياق أن أعرب عن تقدير مصر وفخرها بتجربة رواندا الرائدة في التنمية تحت قيادته، والتي انطلقت بالبلاد من مرحلة التحديات والصعاب إلى مرحلة تحقيق رؤية تنموية الطموحة
على كافة الأصعدة، وقصة نجاح إفريقية ملهمة والتي ظهرت ثمارها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية. كما أشاد الرئيس السيسي بالتقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية وما شهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي هذا السياق أشار الرئيس السيسي إلى اتفاق البلدين على ضرورة البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في تنمية تلك العلاقات، مشددا على أنه ما زال هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها. سيداتي والسادة، لقد ناقشنا اليوم التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية وما شهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتوافقنا على أنه برغم من العديد من الإنجازات التي حققناها في تنمية تلك العلاقات إلا أنه ما زالت هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها. لقد اتفقنا اليوم على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا، وذلك لدفع التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما توافقنا على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا، واتفقنا على ضرورة استغلال ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون ودفع الشراكات الاقتصادية سواء الرسمية أو من خلال القطاع الخاص بين البلدين. وفيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة، جدد الرئيس السيسي التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض. كما شدد الرئيس السيسي على رفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب. فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. وأكدت كذلك على ضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. وعلى صعيد قضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، استعرض الرئيس السيسي في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى إنشاء مصر مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تناولت التعاون المشترك في إطار الاتحاد الأفريقي وكذلك تجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حاليا. تناولت المباحثات بيننا قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، والتي تشكل تحديا حقيقيا لعملية التنمية في إفريقيا. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، كما نوهت إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مشيدا في المقابل بالجهود الرواندية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا. وقد تبادلنا كذلك وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة، ولقد تناولت كذلك خلال مباحثاتي مع الرئيس كاجامي تعاوننا وتنسيقنا المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وكذلك تجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حاليا، وتوافقنا على أهمية الإسراع بناء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتفعيلها.
أهلا بحضراتكم من جديد. نوالي تقديم نشرة الأخبار فيما يتصل باستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر المقبل. أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول القارة الأفريقية في هذا المجال. كما شدد الرئيس السيسي على تطلع مصر لأن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ. فيما يتصل باستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، فقد أكدت حرص مصر على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا الإفريقية في هذا المجال، وعزمنا أن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ. من جانبها أعرب رئيس الرواندي بول كاغامي عن تطلع بلاده لمواصلة تعميق شراكتها مع مصر في مختلف المجالات، مشيدا بالمباحثات التي عقدها بين الجانبين. كما أكد رئيس الرواندي أن جائحة كورونا أظهرت أهمية الترابط والعمل الجمعي أكثر من ذي قبل. السيد الرئيس وأنا قد عقدنا محادثات مثمرة للغاية، وأتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا. الاتفاقات التي وقعت اليوم تستند إلى العلاقات طويلة الأمد بين مصر ورواندا، والاستفادة والتبادل المستفيد فيما بيننا في العديد من المجالات. إن جائحة كورونا فيروس
تذكرتنا بأهمية الترابط أكثر من ذي قبل، وأنه لا يوجد بلد يمكن أن يتعامل مع أزمة عالمية بمفرده. عاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى القاهرة عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي. كانت مشاركة رئيس مجلس النواب قد شهدت نشاطا مكثفا، حيث ألقى كلمة حول موضوع النقاش العام للجمعية، تناول فيها الرؤية المصرية ومجهودات الدولة في مكافحة تغير المناخ على الصعيدين الوطني والعالمي، ومن أجل بلورة جهد قانوني ودولي منظم وعادل لمواجهة تلك الظاهرة السلبية. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتكثيف العمل في مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة وتحقيق طفرة نوعية ملموسة، باعتبار أن هذا الموقع هو المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط. جاء ذلك خلال تفقده أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة، حيث استهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بالإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية التي تستهدف متابعة سير العمل بهذه المشروعات الحضرية على أرض الواقع. وخلال الجولة أكد مدبولي أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان، ونظرا لما يحظى به هذا الصرح الكبير من مكانة تاريخية في نفوس المصريين، مشددا على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتم مراعاة التصميم الحضري ذي الطابع المعماري العريق. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة قطر لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديميديكس 2022 برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين. وقام الفريق أسامة عسكر بتفقد أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال الأمن والدفاع البحري والمشاركة في الافتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحريات بالشرق الأوسط، مؤكدا أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة الدول والشركات المشاركة ويعد فرصة للجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية. ويعد المعرض أحد المعارض الدولية المتخصصة في مجال الأمن والدفاع، وهو واحد من الأحداث الرئيسية على أجندة الدفاع والأمن البحري العالمي، ويضم العديد من العروض والابتكارات الأمنية والدفاعية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة. وعلى هامش فعاليات المعرض التقى الفريق أسامة عسكر الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، كما التقى الفريق أسامة عسكر نظيره الفريق ركن طيار سالم ابن حمد العقيل رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الدولية والإقليمية، وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة أكاديمية الخدمة الوطنية، وأشاد بما لمسه من أسلوب علمي راق في إعداد وتأهيل المقاتل القطري. كما قام الفريق أسامة عسكر بزيارة للكلية الجوية بقطر، وتفقد عددا من الأسراب الجوية، وأعرب خلال الزيارة عن مدى تقديره لإمكانيات وقدرات القوات الجوية القطرية. تأتي تلك المشاركة في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في كافة قطاعات الصناعات العسكرية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون
ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7585 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1075 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغ 6002 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4688 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 50644 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9527 قضية تموينية متنوعة، من بينها 143 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1058 اسطوانة، وضبط 10 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 92042 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9040 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 9525 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 68 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 723 طن سلع غذائية متنوعة و13440 عبوة زيت طعام. كما تم ضبط 248 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 1415 طن سلع غذائية متنوعة و67253 عبوة سلع غذائية و1200 لتر زيت طعام. وفي مجال ضبط قضايا حجب مواد البناء، تم ضبط 141 طن أسمنت و5035 طن حديد تسليح، إضافة إلى 314 طن أسمنت و369 طن حديد تسليح في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 279,868 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 44,196 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3935 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 229 سائقا منهم. كما تم المرور على 232 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 995 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية الحالات. كما تم فحص 944 حافلة مدارس، تبين مخالفة 22 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 522 سيارة و71 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 14,725 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 586 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي،
ضابطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83,426 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 61,944,106 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 195 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و101 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 29,150 كتب بتصريح تداول منتهي وملازم وأغلفة دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 155 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 147,363,372 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2056 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,376,227,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,372,866 جنيها. على جانب آخر، تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 139 قضية تمونية بمضبوطات أكثر من 228 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط ما يقرب من 68 طن سلع غذائية مختلفة. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 14 طن سلع مدعمة. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط ما يقرب من 66 طنا. وفي مجال حجب مواد البناء، تم ضبط 25 طن أسمنت. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، تم ضبط ما يقرب من 40 طن أسمنت و16 طن حديد تسليح. كثفت الدولة جهودها لنشر منافذ بيع كافة السلع بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في متناول المواطن. يأتي ذلك في إطار حزمة إجراءات اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على جميع الدول. الاسعار بره مش زي هنا خالص. اللحمه بره عامله 150، جيت هنا الجمعيه لقيتها عامله عرض، هي اللحمه ب 95. الاسعار حلوه وكل حاجه موجوده هنا بالكامل. السكر ب 10.5، الرز ب 9، وده منفذ يعني يعتبر رحمه للناس كلها. في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات، وبعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، اتخذت الدولة المصرية عدة خطوات استباقية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. اتواجد في منفذ بيع وزاره الزراعه، وبصراحه منتجات جميله جدا متنوعه قوي، واسعارها افضل بكتير بكتير من بره. يعني بصراحه يعني اسعارها لا تقارن بره، بسواء من الزيت والسمن، وحاجات متوفره جدا ونظيفه قوي قوي. الموضوع طبعا كويس قوي، لان فعلا مقارنه الاسعار هنا باسعار بره، الكواليتي حلو والاسعار كويسه، اسعار ارخص من بره فعلا. احنا هنا عند منتجات وزاره الزراعه
وبصراحة الحاجة حلوة جدا وأسعارها جميلة، كل حاجة موجودة ومنتجات رمضان موجودة كلها بأسعار تحفة. ده مبادرة ممتازة جدا وفعلا لها مفعول قوي. الرئيس مع الشعب، والرئيس قال الحاجة اللي غالية وخروا عنها ما تشتروهاش. بصراحة بيعملوا حاجات حلوة وأسعارها جميلة جدا، وكل الحاجات موجودة وبأسعار حلوة أحسن من بره الصراحة. المبادرة كلنا واحد جميلة جدا، بحيث ان احنا اول حاجة الرز بره ب 15 هو هنا ب 10، السكر بره ب 15 هو هنا ب 10، فرق كبير لما انا اجيب 2 كيلو سكر او كيلو رز وكيلو سكر اوفر 10 جنيه، انا شارية الصلصة دي امبارح ب 25، هنا ب 20، 5 جنيه برضو، فما يبقى في 5 جنيه في كل منتج دي حاجة كويسة. المبادرة بصراحة كل حاجة انا لقيتها بالسعر غير اللي انا شفته خالص، الحاجة كويسة جدا والسلعة يعني السلع كلها في متناول ايد كل الناس وارخص من مكانه الاول. والله المبادره دي زي الفل، وربنا يبارك لكم ويبارك للناس المسؤولين. بصراحه مش رياء، التجار اهو جنب بيتكم بيبيعوا المكرونه، شوف هنا بكام، هم بيبيعوها ب 14 جنيه عندنا هنا. جبت المدام بتاعتي وجيت خدنا مستلزماتنا من هنا، اوفر وارخص من بره بكتير، وده منفذ يعني يعتبر رحمه للناس كلها. الاسعار بره وحشه جدا طبعا، فلقيت لا الاسعار جميله قوي بصراحه. مبادره كلنا واحد، بنشكر الرئيس طبعا، بس استاذن بس لو في مراقبه على الاسعار اللي بره، يعني السكر هنا ب 10.5، انا جايباه امبارح بكام؟ ب 14 جنيه. طبق البيت ب 53، انا جايباه ب 64 جنيه. لا عايزين حد يراقب الاسعار اللي بره. وزاره التموين يعني في حاجات منزلاها الحمد لله هي احسن من بره، لان في حاجات بره طبعا في الفتره اللي فاتت دي الاسعار كانت عاليه يعني. وزاره التموين كل حاجه هنا لاقينها موفره، بره مش موفره ومغلين الحاجه. سمعت اللحمه بره عامله 150، جيت هنا الجمعيه لقيتها عامله عرض، هي اللحمه ب 95 ونفس اللحمه ونفس جودتها. فعلا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان هو متابعنا. المجمع ما شاء الله مليان بخيرات ربنا، والحاجه كلها كتير، الاسعار كويسه، ان كان اللحمه برده السكر الزيت الدقيق، واللحمه ما شاء الله برده كويسه وسعرها كويس، الاسعار كويسه احسن من بره. ودي الجمعيات دي يعني رمانه الميزان في البلد، لان عمليه وجود الحاجه موجوده في الجمعيه بيخفف على الناس كتير جدا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة لوارسو إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلنطي الخاصة بالدفاع المشترك واجبا مقدسا، وذلك على حد وصفه. وأضاف بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعول على انقسام حلف شمال الأطلنطي، مشددا على أن هذا الانقسام لم يقع. من جهته أكد الرئيس البولندي أن العلاقات البولندية الأمريكية مزدهرة وتعززت بشكل كبير بزيارة الرئيس الأمريكي، وأعرب عن تطلعه إلى تعاون مستقبلي مع شركات أمريكية في مشاريع لبناء محطات نووية في بولندا. أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في وارسو خلال زيارته لبولندا لإظهار الدعم للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلنطي في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما التقى وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا والدفاع أوليكسي ريزنيكوف مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكين ولويد أستون. وكانت الولايات المتحدة قد أكدت التزامها الراسخة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. أكد وزير الدفاع الروسي أن موسكو لا تخطط لاستدعاء جنود احتياط للعملية العسكرية في أوكرانيا.
واستنكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الدعوات المزيفة التي يتلقاها الروس والتي تنسب الدولة مصدرها للاستخبارات الأوكرانية. وقد تسبب الخوف من استدعاء الرجال الروس إلى الجيش بمغادرة أعداد منهم البلاد في الأيام التي تلت بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن بلاده تلقت تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بخصوص تطوير التعاون الدفاعي. وأضاف كوليبا أن كييف تلقت وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون الدفاعي في إطار التنسيق المستمر والمتواصل لدعم القدرات الأوكرانية على الأرض. عقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اجتماع عمل بشأن تنفيذ برنامج أوامر الدفاع الحكومية والوفاء بالالتزامات الاجتماعية للعسكريين التابعين للقوات المسلحة. جاء ذلك في كلماته أمام اجتماع مخصص لبحث الالتزامات الاجتماعية تجاه العسكريين الروس بعد تقارير إعلامية غربية تساءلت عن اختفائه خلال الفترة الماضية، حيث أوضح شويغو أن بلاده تواصل الإمداد المتقدم للأسلحة والمعدات وتتمثل أولوية في الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة ومعدات الطيران فضلا عن الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يسعى لإجراء المزيد من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غضون اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة بشأن الوضع في أوكرانيا ومبادرة لمساعدة السكان على مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة. وأوضح ماكرون أنه ناقش مع رئيس بلدية ماريوبول الوضع في المدينة مشيرا إلى وجود تنسيق للجهود من أجل إقناع روسيا بالسماح بإجلاء المدنيين. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. التحالف العربي في اليمن يعلن بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية. أعلن التحالف العربي في اليمن استهداف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز وإحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط. وأشار التحالف إلى مقتل 3 خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف. وكانت التحالف العربي قد أمهل قوات الحوثي 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة وصليف ومطار صنعاء. هذا وقد أعلن التحالف العربي بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة باليمن.
أعلنت السلطات الأمنية التونسية أنها تمكنت من تفكيك 148 خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية في مدن مختلفة. وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبالي إن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين تعرض لمحاولة اغتيال من خلال عملية طعن خلال زيارته الأخيرة بجنوب تونس، موضحا أنه بعد القبض على العنصر الإرهابي الذي نفذ عملية الطعن تم القبض على عنصر ثان في سوسة. وأضاف المتحدث أنه من خلال البحث تم القبض بمطار قرطاج على فتاة قادمة من دولة أجنبية تم استقطابها وتلقت تدريبا على صنع المتفجرات في إحدى بؤر التوتر. وصل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك إلى الخرطوم على رأس وفد من حكومة بلاده في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وقال قلواك إن الوفد يحمل رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميرداد لإطلاع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو على سير تنفيذ بنود اتفاقية جوبا بوصف السودان ضامنا للاتفاق. وأضاف أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على تطورات الأوضاع السياسية في السودان وسبل الوصول لاتفاق يضمن استقرار وأمن السودان بجانب مناقشة القضايا والملفات الأمنية المشتركة. قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه من المتوقع أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي لبنان الأسبوع القادم. وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لإعادة التعافي الاقتصادي وسيظهر ذلك قريبا. احتفل عدد من دول العالم بساعة الأرض التي يتم الاحتفال بها يوم السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، وأضفأت هذه الدول العديدة من المعالم الأساسية لكل دولة، كما حرص أيضا المواطنون في كل دولة على المشاركة في هذا الحدث المناخي. ويشارك الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم في إطفاء الأنوار لمدة ساعة كرمز لرفع الوعي بالقضايا التي تواجه كوكب الأرض. تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية مع عدد كبير من شكاوى واستغاثات المواطنين، ونجحت المنظومة في الاستجابة لها من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات في مختلف الأجهزة والجهات الحكومية. وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي إلى أنه تم تلقي ورصد عدد كبير من شكاوى المواطنين والعمل على سرعة التعامل والتجاوب معها، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطنين وسعيا لارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 625 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 8 حالات جديدة. وأوضحت وزارة الصحة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 615 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 434,506 متعافين. استقبل وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب، وشهد اللقاء استعرض آخر مستجدات ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، وعلى رأسها جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وتوفير الحقائب التدريبية. وتم استعراض خطة التطوير النهائية التي أعدتها الأكاديمية لمركز سقارة، والتي تتضمن عددا من المقترحات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي وما بين المقر ومركز البيانات به وإعادة الهيكلة المؤسسية للمركز وفق أحدث الممارسات العالمية وتسكين العاملين عليه ودعمه بكوادر شابة متميزة من المحافظات ومن خارجها.
نعى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رجاء عطية نقيب المحامين الحالي وعضو مجلس الشورى الأسبق والذي وافته المنية اليوم. وقال عبد الرازق: إننا فقدنا رجلا فدا من رجالات القانون، قدم الكثير لبلاده وأثرى الساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير خلال مسيرته الحافلة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما نعى النائب العام السيد رجاء عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي وافته المنية صباح اليوم، وأكد أن الفقيد كان رمزا من رموز الوطن وشيخا من شيوخ المحاماة المتميزين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. كان رجاء عطية قد توفي اليوم عن عمر ناهز 84 عاما، حيث يعد من أبرز رجال القانون في مصر والوطن العربي. للمزيد تواصل قافلة وصل الخير انطلاقها في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا من أهالينا. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهارده علشان بنطلق قافله وصل الخير عباره عن 1,000,000 كرتونه رمضان هنوزعها على اهالينا في كل محافظات الجمهوريه المستحقين والاكثر احتياجا. عن طريق عناصر الرصد الميداني بكل المحافظات قدرنا نتابع ونرصد كل الاسر الاكثر احتياجا وكل المواطنين المحتاجين. العناصر بتوعنا موجودين في كل مكان في مصر. طبعا احنا عندنا قاعده متواجده على الارض من لحظه بدايه المؤسسه، زملائنا موجودين في كل حته ميدانيا في كل المحافظات، وده طبعا بيكون بالتعاون مع الجهات التنفيذيه المتواجده في جميع المحافظات، وبيتم التنسيق معاهم برضو في لو حدث اي مشكله. نتوجه الى القرى والنجوع بناء على البيانات المتواجده في القرى ونتوجه لهم مباشره، بنقدر ان احنا نوزعها مباشره. وطبعا ده اي مواطن متواجد سواء في الصعيد او اهالينا اللي موجودين في المحافظات. محتاجين ان احنا يكون في عندنا شركاء من كل مراكز وقرى ومحافظات التابعة للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية إن شاء الله هيبدأ تنفيذها في مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة. إحنا كمان بنستهدف إن إحنا نكون الدور القيادي أو الدور الفاعل الأساسي اللي بيشد معاه باقي جمعيات العمل المدني. مؤسسة حياة كريمة ما يميزها أي عمل تطوعي بيتم على الأرض بنلاقي طبعاً جميع الشباب متواجدة ومتكاتفة عشان نقدر إن إحنا نوصل حاجة للمستحق. مبادرة سيادة الرئيس مبادرة حياة كريمة اللي بيتم تقسيمها لثلاث مراحل، احنا بنستهدف نوصل ل 57,000,000 مواطن مصري هم سكان القرى والمراكز الاكثر احتياجا. مؤسسة حياة كريمة من المؤسسات كمان اللي دلوقتي يعني دوليا لها مكان عاليه، وانا اتوقع ان شاء الله في على مدار المدى القريب ان احنا نبقى من افضل المبادرات اللي موجوده في العالم كله، ولان احنا بنحقق اهم اهداف التنميه المستدامه على الارض. The
أكد رئيس قطاع الإسماعيلية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس مجدي سعيد أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة رفع صرف صحي عرب أبو قاسم بمدينة القصاصين محافظة الإسماعيلية لتخدم ما يقرب من 6000 مواطن. يأتي ذلك طبقا لتوجهات الرئيس السيسي بتوفير البنية التحتية التي تحتاجها مبادرة حياة كريمة للمواطنين بالقرى والنجوع. وبلغت التكلفة الإجمالية للمحطة 25 مليون جنيه. ومحطة رفع الصرف الصحي عرب أبو قاسم تم افتتاحها وتشغيلها خلال الشهر الحالي بطاقة تصميمية تبلغ 4700 متر مكعب بطول شبكات انحدار 4 كيلو وخط طرد بطول 3 كيلو و300 متر لتخدم منطقة عرب أبو قاسم والمناطق المجاورة بمدينة القصاصين. والآن وصلنا إلى ميعاد الأخبار الاقتصادية. أخبار الاقتصاد تقدمها آية كفوري، تفضلي آية. شكرا إيمان، شكرا ياسر، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً أعلنت فيه الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4738 كيلو متراً والعمل على تنفيذ 4095 كيلو متراً آخرين. كما أعلنت الوزارة إزالة 51 ألف حالة تعدم بمساحة 7 ملايين متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات. هذا وقامت الوزارة بحملة موسعة للإزالات بمحافظات الغربية والقليوبية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان. بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع سفير كازاخستان بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. وخلال اللقاء أكد القصير على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر وكازاخستان من أجل تعزيز التعاون بين الدولتين في جميع مجال في جميع المجالات. وتناول الاجتماع أيضا التعاون في مجالات المحاصيل الحقلية والتقاوي والأمصار واللقاحات البيطرية وكذلك الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. واستعرض وزير الزراعة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية التي تشهدها مصر حاليا. أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3000 جنيه للطن. وتضمن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2021-2022 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظة الجمهورية للعام الثالث على التوالي. وأوضحت الوزارة أن عدد المشروعات التنموية بخطة المواطن الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء يصل إلى 153 مشروعا بقيمة استثمارات عامة موجهة تقدر ب 4 مليارات و100 مليون جنيه. وفي أسواق المعادن النفيسة اتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال 4 أسابيع ليستقر عند 1958 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 844 جنيها في حين لمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 985 جنيها وسجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1126 جنيها. وأخيرا نصل معكم إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 7880 جنيها. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام بعد إقبال التجار على عمليات شراء عقب هجوم صاروخي على منشأة لتوزيع النفط في السعودية، لكن احتمال سحب الولايات المتحدة من احتياطات النفط هدأ مخاوفهم. وارتفع خام برنت بنسبة 41% وسجل سعر وصل اليوم إلى 120 دولارا و65 سنتا للبرميل. أيضا صعد الخام الأمريكي بنسبة 41% ووصل السعر اليوم إلى 113 دولارا و90 سنتا للبرميل.
صدق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار مع صرف 9 مليارات و650 مليون دولار بشكل فوري. وأوضح الصندوق أن خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهرا منحت ضمن آلية الإقراض الموسعة التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بتعزيز القدرة على تحمل الدين ومكافحة التضخم الشديد وزيادة الاحتياطات. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى ياسر عبد الستار وإمام منصور، إليكم. شكرا جزيلا لك يا آية. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يشيد بالعلاقة مع رواندا ويعرب عن تقدير مصر لتجربتها الرائدة في التنمية. مدبولي يتفقد ترميم مسجد عمرو بن العاص وحدائق الفسطاط، ويؤكد أهمية هذه المشروعات في إعادة إحياء الوجه الحضري للقاهرة التاريخية. خلال زيارته لبولندا، بايدن يؤكد أن واشنطن ملتزمة تماما ببند الدفاع المشترك في معاهدة حلف الأطلنطي. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.